احترامي سيدي سيدك. اهلين في صحيح. طيب ان شاء الله الف مبروك لها مرت التان نيشن عن مليونة. اي نيشن مظبوطة ان شاء الله الف مبروك. سيدي بدي اسألك شغلة. سيدي هلا هي البارودة اللي هون متكوكة؟ عم متكوكة؟ لك نحن كل بواريد السلك تبعنا ولا بتضل متكوكة؟ ما مثل بارودتك بضل فشك مرطب. يعني بتقوص مثل بارودتي ولا إلى طريقة ثانية؟ شبعك؟ لك اسمها يا الحبيبة. كل بواريد مثل بعضها بتقوص. اللي ناقص عاود ناوي تشتري بارودة؟ لا سيدي بدي أوصل هذا الوضع. باشر حسان الحول حول مشغول ولا هدا لك شوية العلل براسه ها بجوز راحوا مع بعض عاشنو لا وضع لا هون لا بدي أوصد ركنا لأنه باروت للنفضة وحياة أختي إذا بتجتمع كل أمة طلع علي بدي رفعك فلقة فوت أشوف شو عملت لك أنا فوت لا فوت لا يا بايا هات هالبارودة اللي عم بعيونك ولا علي مين بدك تويس جودة دوي جودة هذا الوطي سيدي اشترى مني مريض يا نصيب وعمل حاله ما بيعرف اني ربحانة بحظي ما حدا بده قواص غيرك ولا اسعد هلا كل شغله بيقول لك جوده تعملها بتعملها بركي قال لك دب حالك بالبحر بتدب حالك اي بدب حالي اذا ما غمي دب حالي ولك يا بهيم لك يا بهيم فكر لو لي برا وحده بس ليش جوده بيطلب منك هالشغله؟ انه شغله سيدي حسان حطه جوا حطه لمين ما تنزل حرارته يلا سيدي فمجال لانه سرق البارودة هيك ارفعوا فلقة ولك حسان اذا ما نزلت حرارته وقتها اعطاني حبتين ثلاثة اسبرين خلص ما بتطلع زبليط روح خلص خلص انا بحكي معه وطلع زبليط ان شاء الله ان شاء الله يا بس تنزل حرارتي رح تنزل حرارتي